طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. كيف يرى المواطن العراقي مشروع التجنيد الإلزامي الذي صوتت عليه الحكومة يوم أمس وأحالته للبرلمان للتصويت عليه؟ لماذا يطرح مشروع إعادة التجنيد الإلزامي اليوم بعد 18 سنة من تاريخ إلغائه وحل الجيش العراقي السابق؟ هل الحكومة قادرة على اقتصاديا على تحمل أعباء مشروع التجنيد الإلزامي إذا ما نفذ؟ وهل توافق الأحزاب السياسية التي لديها ميليشيات مسلحة على إعادة خدمة التجنيد الإلزامي؟ أليست في بغداد عقبات سياسية تعترض محاولات إعادة التجنيد الإلزامي منذ سنوات؟ ألا يهدف التجنيد الإلزامي إلى عسكرة المجتمع العراقي؟ يقول مراقبون. كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين من حلقة اليوم بعنوان كيف يرى المواطن العراقي مشروع التجنيد الإلزامي، حيث أقرت حكومة الكاظمي مشروع قانون التجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عاما من إلغائه، ما فتح باب التساؤلات عن الغاية من وراء تشريع هذا القانون في هذا الوقت بالذات، خاصة مع تفاقم المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية التي يعيشها العراق. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. وكأن قائمة الأزمات التي تزدحم بها أجندة العراق لم تكفي الطبقة السياسية لتضيف إليها أزمة جديدة عنوانها الخدمة الإلزامية التي أعادت تسليط الضوء على مشكلة السلطة مع الشباب والجيل الجديد. التجنيد الإلزامي الذي يعاد اليوم إلى واجهة الأحداث يطرح العديد من التساؤلات حول الغاية من ورائه ومدى القدرة على تنفيذه، لا سيما مع ما يحتاجه من كلفة مادية ولوجستية. المزيد من عسكرة المجتمع، هكذا ينظر العراقيون إلى المشروع الذي يسوق وكأنه الحل لمشاكل الشباب بدلا من مشاريع التنمية لتشغيلهم وتطوير خبراتهم لا حصرهم في زاوية حمل السلاح التي أرهقت البلاد. إلى جانب ذلك تبرز أيضا مشكلة موازية، حيث أن الكثير من الأحزاب تملك أجنحة مسلحة، ومع مستويات الفساد المتفشي اليوم فإن الرشاوى والفضائيين وتلقي الأموال مقابل تمشية أمور المشمولين بالتجنيد سوف يكون هو الراجح. وعلى الرغم من طول عمر المؤسسات العسكرية العراقية وإسهامها الوطني والتاريخي في بناء الدولة والدفاع عنها، فإن حدثا خطيرا تعرضت له هذه المؤسسة بحل الجيش العراقي عام 2003 من قبل الحاكم الأمريكي بول بريمر، ليطرأ تحول كبير في العقيدة والبنية العسكرية لواحد من أكثر الجيوش العربية نزفا للدماء في العصر الحديث، حيث أشرفت قوات الاحتلال على تشكيل بنيته الجديدة قبل أن تلتحق به فئات مزدوجة الولاء وعناصر لا تخفي انتماءها لميليشيات تأسست في الخارج أو داخل العراق لاحقا بإشراف مباشر من إيران. وبعد أن أصبح الانتساب إلى المؤسسات العسكرية طوعيا، استأثرت القوى الحاكمة بمنح الرتب والمناصب لأتباعها فيما عرف بضباط الدمج، وظل الجيش أسير أهواء الساسة وحساباتهم، ليتحول من جيش يمثل العراق كبلد ويحمي شعبه إلى جيش يقبل منتسبوه عن طريق التزكيات الحزبية والانتماءات الفئوية، ويستأسد على أبناء بلده انطلاقا من تلك الانتماءات. ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإن أي عملية ترميم أو إصلاح تسعى سلطة المحاصصة الطائفية لتقديمها إلى المؤسسة العسكرية عبر قانون الخدمة الإلزامية أو غيره سيبقى قاصراً كحال بقية الملفات الأخرى التي ينخرها الفساد ويعمها الفشل. طبعاً أقر مسؤولون في العراق بصعوبة تمرير قانون التجنيد الإلزامي في البرلمان بعد أن استطاعت الحكومة التصويت عليه بالقبول مساء أمس الثلاثاء، في خطوة قالوا بأنها تريد من خلالها إعادة التوازن إلى المؤسسة العسكرية وسط توقعات برفضه من قبل القوى السياسية المتنفذة في البرلمان. يمكن للقانون الذي عطل منذ العام 2003
بأن يضم إلى المؤسسة العسكرية في العراق سنوياً عشرات الآلاف من المجندين، حيث يعتمد القانون على مبدأ العمر والدراسة فقط دون أي معايير أخرى كما جاء في مشروع القانون، وتتعلق بالانتماءات والديانات وغيرها، الأمر الذي يعيد إلى المؤسسة كما قالت مصادر سياسية توازنها الطبيعي، كما يؤكد ذلك بعض النواب في البرلمان يدافعون عن هذا القرار. طبعا وزارة الدفاع قدمت الأسبوع الماضي تقريرا مفصلا عن الحكومة أو إلى الحكومة عفوا عن القانون والكلفة المالية المطلوبة لإعادة العمل به، إلا أن وزير المالية عبد الأمير علاوي أكد في تصريحات سابقة بأن هناك آراء متباينة بشأن المشروع الذي يحتاج إلى 150 مليار دينار عراقي للعمل به، وبأن الحكومة تتطلع إلى مواقف التيارات والأحزاب السياسية داخل البرلمان بشأن تمريره. أمس الثلاثاء مثل ما أشرنا مجلس الوزراء أقر القانون الذي دققه مجلس شورى الدولة، وأكد إحالته إلى البرلمان استنادا إلى أحكام نص الدستور في العراق. طبعا تراوح مدة الخدمة كما جاء في المشروع بين 9 إلى 18 شهر وفقا للتحصيل الدراسي، يطلق عليها اسم خدمة العلم، وهي إلزامية لمن هم بسن 18 سنة وصولا إلى 35 سنة. لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق قالت بأن تشريع قانون التجنيد الإلزامي تقف أمامه عراقيل فنية ومادية، وأوضح عضو اللجنة مهدي تقي إسماعيل بأن إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي تحتاج إلى دراسة مستفيضة وموسعة قبل تشريعه، ولفت إلى أن التجنيد بحاجة إلى ملايين الدولارات، بينما يعاني العراق من مشكلات مالية كبيرة لا سيما تأمين الرواتب الشهرية للموظفين العموميين، ويستبعد مراقبون إمكانية إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي في ظل معطيات الوضع السياسي والصحي الحالية وانفلات السلاح وتعدد مراكز القرار وعدم احترام القانون في العراق. معنا اتصال أبو محمد من الموصل. أبو محمد كيف ترى وأنت كمواطن عراقي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بك، الله يسلمك. كيف ترى مشروع التجنيد الإلزامي؟ تفضل. كيف ترى مشروع التجنيد الإلزامي؟ البارحة الحكومة وافقت على هذا المشروع وأحالته إلى البرلمان، برأيك هل ممكن تنفيذه؟ هل ممكن الأحزاب اللي عندها ميليشيات توافق على هذا القانون؟ هل العراق بأزماتها الاقتصادية قادر على توفير رواتب لهذه الأعداد الهائلة اللي يشملها التجنيد الإلزامي إذا ما أقر في البرلمان وطبق؟ والله أنا بالنسبة لي أنا أيد الخدمة الإلزامية، بس الأحزاب ما يرغبون على الشيء، لأن عندهم جماعة الحشد الميليشيات كلها لازم يحلوها، ما يخلون ولا ميليشيات. إذا صار خدمة علم، هذا خدمة العلم، كلهم من الشمال إلى الجنوب كلهم يخدمون، ماكو هذا شو اسمه حشد وما أعرف إيش وميليشيات، هذا كله إنسان هاي ما من مصلحتهم. الأحزاب ما يقبلون الشغلات هذه، ما يوافقون على الخدمة الإلزامية. ليش ما يوافقون برأيك؟ ما يوافقون، ما تخرب مصلحتهم. يعني عندهم مصلحة أساسية، كل واحد عنده حاشد وعنده ميليشيات وعايش أحسن عيشة عايشين بالعراق، من يقبل العيشة هذه؟ يعني حتى هو يسيطر على الوضع الأمني والعسكري برأيك لو شلون؟ يمسيطر على الوضع الأمني. أبو العلمك اللي في خدمة العالم كله تلبس من الشمال للجنوب، يلبسوا عسكرية ويصير عمال ويصير أمان ويصير كل شيء، حتى أمان بالبداية أول شيء يصير أمان. نعم. إيه سأل. أنا أشكرك أبو محمد من الموصل كان معنا. أبو حيدر من أربيل. أبو حيدر كيف ترى مشروع التجنيد الإلزامي؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. والله هو وين أكو عراق؟ أكو عراق؟ العراق منتي رايح منتي يا أخويا يا أستاذ عمر، وين أكو عراق؟ العراق الآن كله في ميليشيات،
هي الميليشيات تحكم العراق، ألف رحمة لأمك وأبوك. يعني هسه أنا من 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 أسمع بالموبايل أغنى رجل ما بعد المالك المجرم أبو النساوي عمار الحكيم يطلع يحشي ويغرد وكذا، وهو يقتل بالمتظاهرين ومشاريع بورو بآسيا بلبنان وكذا، والشعب رايح منته. يا سيد عمر الله يخليك، إلى وين إلى وين راح نوصل إحنا؟ أنت الكاظمي، أنت تلزم الشرطة، تلزم عصابات قتلت، عصابات اختصبت، يقولك اعدمهم، يقولك اعدمهم يا مجرم اعدمهم. والله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم القصاص يا أهل الألباب، ولكم القصاص يا أهل الألباب. إذا لو ما يا أخي حكم إيش يحكمون؟ أمر ما زين أبو حيدر ماشي، يعني يعني برأيك، برأيك المشروع تحول من الحكومة إلى البرلمان، البرلمان يصوت عليه لو مثل قبلها يعني سنوات كان مرفوض هذا المشروع من يعني الأحزاب والكتل السياسية اللي عندها ميليشيات واللي عندها ذرع عسكرية. أستاذ عمر إذا يرفضوا أحسن، إذا يرفض أحسن. ليش؟ ما قبل، ما قبل. العراق انتهى، العراق الآن ما بي سلطة، سلطة أحرار، بي سلطة وطنيين، بي ميليشيات، ميليشيات هو كريم شنو الكاظمي يا أخي. إذا نتاك واحد راح يجي للبرلمان، معين جاجوران، هذا معين جاجوران هو إيراني، أصل إيراني تابع لمنظمة بدر، راح يترشح للبرلمان. معين الكاظمي سوى اسمه، هو معين جاجوران إيراني، الآن نسخة برلمان الإيراني راح يصير نسخته بالعراق. الآن ما برلمان، ما برلمان، برلمان عايش إيران. يا سلام اللي نعم. أبو حيدر من أربيل كان معنا، طبعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني قال بأنه منذ عام 2003 استحوذ مكون واحد وهم الشيعة بحسب قوله على غالبية المؤسسات الأمنية فيه، في الوقت الذي لا تحظى بقية المكونات بفرص حقيقية للالتحاق بالجيش. ولفت إلى أن إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي ستفضي إلى معالجة جملة من المشكلات التي تعصف بالعراق حاليا، ومنها السلاح المنفلت، فضلا عن توفير فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين عن العمل بحسب قوله. طبعا يذكر بأن المؤسسة العسكرية في العراق تعاني من الفساد المالي والإداري والمحسوبيات والموظفين الفضائيين منذ عام 2003 ولغاية الآن. معنا أبو حسن من بغداد. أبو حسن، يعني اليوم بعد 18 سنة ليش يطرح هذا المشروع، مشروع التجديد الإلزامي برأيك؟ السلام عليكم أخوي عمر. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا رح أعطيك وجهة نظري، رح أعطيك. نعم. هاي مؤامرة ضد الشباب الباقي بالعراق، رح يسووهم محرقة خدمة الميليشيات مالتهم، يعني زيادة العدد باليمن أو بسوريا أو بلبنان. هاي محرقة للشباب رح أعطيك، أنا عندي قناعة بشي هذا، لأن هم يعني هم ناس مجرمين، وقدر الإمكان يعني قدر الإمكان بين يعني ينهون الشباب العدنة ناهيك عن الوظائف ماكو، يقول لك أنا مجبر أروح بالجيش، فراح يدزهم المحرقة، يجوز لبنان، يجوز اليمن، يجوز سوريا مو بعيدة. هذول بني صهيون، هذول مو عراقيين، هذول بني صهيون، يعني ما يهمهم العراق وما يهمهم الشباب العراقي، هم دمروا العراق سبقوا به. ولذلك أنا أشوفهم يعني هذا مرحلة خطيرة للشباب العراقي، يعني راح يذبوهم محرقة الموت، هاي 100% شيء مقتنع من عنده. فهذول لا ترجون منهم، هذول جايين لدمار العراق وقتل الشباب العراقي وجعل العوبة بيديهم، يعني ما خلوا شيء بالعراق، ميزانياته أخذوها صناعة، زراعة، بناء، أعمار، ماكو. فلذلك راح يدمرون الشباب، ما يبقوا شباب، هاي خطتهم. أنا هيك عندي قناعة بالشغلة هاي. زين الحكومة، نعم الحكومة قادرة على توفير
يعني تدري انت هذه رواتب وتجهيزات وقواعد وتدريب يراد لها، واحنا نمر بازمه اقتصاديه، الحكومه قادره على توفير، واليوم وزير الماليه يعني تحدث وقال بانه يعني الامر صعب. اخي عمر احنا كبلد خيرات هذا ما عندنا ازمه اقتصاديه، بس ازمه اقتصاديه وماليه مو لهم، لهم والجهات المرتبطه بهم. يعني معقوله ميزانيات التجاريه ما تعيش العراق، ما تبني بنى تحتيه، ما تبني مستشفيات، ما تبني مدارس، والمصيبه يعني الكبرى يعني يرشحون نفسهم القدامى همين. يعني ذولا جايين طراطير، ذولا الصغار ينفذون اجنداتهم. فالبلد بعد ما يصير له شارع، ما دام ذولا حكموا العراق بمساعده الامريكان والصهاينه، هم ذولا بني صهيون. يعني العراق بعد ما يستقر نهائي. زين انت برايك الكتل السياسيه المسيطره على البرلمان عندها ميليشيات، عندها يعني قاده عسكريين ان كان بالجيش او بالداخليه، واحنا نتحدث عن الجيش يعني بالتحديد، برايك ترضى ب يعني تمرير قانون التجنيد الالزامي؟ وقبلها كانت يعني تعترض على هذا القانون. اخي عمر ذولا مجرد رتب. لا لا، انا اتكلم لك عن الكتل السياسيه المسيطره على البرلمان. تدري هو المشروع هو بعده مشروع، اقرت الحكومه تحول الى البرلمان للبت والتصويت عليه. هذه الكتل المسيطره اللي عندها ميليشيات، هذه الاحزاب اللي عندها اذرع عسكريه عندها ميليشيات، توافق برايك على هذا المشروع؟ ايه توافق. ليش؟ لان هم عبيد لهم اخي. هم كل واحد عنده اجنده، كل واحد مرتبط بدوله. ليش اقول لك بني صهيون دوله؟ يعني دوله ما عندهم راي اخي. يعني بالنهار يحشون، بالليل يصافون. انا يعني انا توقعاتي هاي، والله يستر. يعني الله يستر العراق هذا اندمر بعد. يعني كل ما نقول فرجة امل، يعني اشوفها طارميه دمروها، بغداد حرقوها حرق ما خلوا بي. هاي حراق بالمستشفيات بالدوائر، وماكو حسابات، وطبطبوا على السرقات مالتهم ودمروا العراق. فالعراق يعني ما ادري بعد شو اقول لك، ما اعرف. نعم. يعني البلد بانهيار صار. يعني حتى يعني حمال، خريج حمال ماكو شغله. هم ذولا بني صهيون. انا اشكرك ابو حسن من بغداد، كان معنا اتصال ابو علي من واسط. ابو علي، يعني سبق السنوات الماضيه ان هناك عقبات من قبل الكتل السياسيه في البرلمان اعترضت على يعني التصويت على قانون التجنيد الالزامي او عرضه على البرلمان. برايك انت، هل مشروع التجنيد الالزامي اللي وافقت عليه حكومه الكاظم يوم امس سوف يوافق عليه في البرلمان او يمرر في البرلمان؟ ابو علي حضرتك، وتحيه لجمهور الرافدين. بصراحة يعني أولا يعني هو الخدمة الإلزامية هي شيء جيد، لكن يعني احنا نريد نعسكر المجتمع العراقي. يعني المفروض مقابل الخدمة الإلزامية بالبلاد أنا أوقف أي صنوف بالجيش العراقي أو الشرطة العراقية أو يعني مثل الحشد. شنو هو أساسا تصنيفه بالجيش؟ هل هو تابع للجيش؟ هل هناك مراتب وهناك ترفيع لافراد الجيش او الموجودين بالحشد؟ طبعا فالح الفياض، يعني على كلامك فالح الفياض في ملتقى الرافدين تحدث وقال بانه اذا تعارض اوامر القائد العام القوات المسلحه مع اوامر المرجعيه، ولم يحدد من المرجعيه بالتحديد، قال سوف انسحب. يعني ما هو على الورق هو تابع للقائد العام للقوات المسلحة، فقالها، قال إنه ينسحب. هذا حكي هاي ترى بالعراق إحنا الحكي ما حد يحاسب عليه. لا هذا الكلام يدينه إنه اليوم إذا جت أوامر من القائد العام للقوات المسلحة، يقول هو إنه إذا تعارضت هذه الأوامر مع أوامر المرجعية فأنا راح أنسحب. يعني هو خام ما وحد ينسحب. يعني هو تقول انت من يدينا، من اللي حاج بهم مو اكثر من مره
يعني كل شخص يجي يصرح تصريح وبعدين يجي يعمل عكس تصريحه، ما حد يحاسبهم، لان هم اساسا هو السلطه وهو القاضي وهو كل شيء بيدينهم، هم مهيمنين على الامور هذه. نعم. يعني كل شيء تابع لهم. كذلك احنا بصراحه كعراقيين من يقول اني راح افرغ العراق من الشيء واخلي الخدمه الالزاميه ويتحدد يعني اشهر ما تتعدى السنه، بالعكس هذا شيء جيد، لكن شنو الهدف منها؟ شنو الهدف من الخدمه الالزاميه؟ يعني اكو هدف، يعني احنا لمتى احنا نقوم نجيش او نعسكر المجتمع العراقي؟ صراحه زين، هل الاكراد يوافقون؟ لان هم عندهم اكو قانون استاذ عمر، قانون عندهم او سلاح من عفو، انه لازم هناك توازن بالجيش والقيادات الامنيه. زين انا من يجيني الخدمه الالزاميه، هل اسئله؟ طبعا اكو اسئله موجوده هذه حتى لو اخفوها، انت سني لو شيعي؟ يعني هل اذا كثره السنه الالزاميه يوقفون الشيعه وكثره الشيعه يوقفونهم حتى يعني يجندون؟ بحسب ما تناقلته بعض الصحف، يعني تحدث مشروع القرار بانه يكتب فيه الشهاده والعمر على اساس هذا هم يقولون مثل الاحصاء، الاحصاء ليش تاخر بالعراق؟ لان اكو ناس تريد تخلي القوميه وتريد تخلي الطائفه به، وناس قالت ما اريد اخلي لا اكثر ولا اقل. نعم. زين ابو علي، ليش نعم. ليش هسه يعاد هذا الموضوع، موضوع التجديد الالزامي مره اخرى؟ امور انتخابيه. هذا كلها امور انتخابيه. اليوم شوف شكو شيء اليوم تشوفه من مصلحه البلد هو دعايه انتخابيه، يعني حتى من يطلع الكاظمي ويطلع غيره، وهذا طفل اعمى وهذا طفل معوق وهذا واحد يقول لي احنا لازم نحارب الفساد، وين كنتوا لعد عن هذا؟ ليش اليوم قبل شهر من الانتخابات قمت تقولون هذا الحكي؟ يعني كانوا يدخلون الشاب يروح ينتخب، ما حد راح ينتخب. واساسا الانتخابات من يطلع يقول والله احنا اليوم يقول نزلنا اللي يزورون بالانتخابات جهات سياسيه وبرلمانيه، طيب يلا طلعهم منهم هم. لو هم راح يدهم الطمطم عليهم مثل الاولين، نفس الشيء، هو كلها دعايه انتخابيه، الانتخابات اساسا صناديق جاهزه والنتائج طالعه، ما رجعوا الجماعه بعد ما انسحبوا ورجعوا انه لهم هلقد حصه وكل واحد اللي هلقد حصه وانتهى الموضوع. الانتخابات صارت او ما صارت النتائج جاهزه وكل شيء جاهز. حتى ابو علي يراقبون على ابو علي، اذا المشروع طبعا هو تحول الى البرلمان، برايك الاحزاب السياسيه اللي عندها ميليشيات عندها اذرع عسكريه راح توافق على تمرير هذا المشروع والتصويت عليه برايك؟ لان هذا راح يقوي الجيش العراقي وراح ينطي ناس تجي، يعني بدل لا يتطوع يجي يروح، هذا الزامي المفروض هو يخدم، فراح تزيد كتله الجيش العراقي، ومستحيل هم يخلون كتله الجيش تزيد على عددهم هم، على عدد الميليشيات او بين قوسين الحشد، هذا من المستحيل. حتى البيشمركه نفس الشيء، او مستحيل يخلون الجيش العراقي يزداد عليهم، فالقانون لا يمرر، راح يدخل البرلمان يصير عليه مناقشات يطلعون به عيوب ويخلون على الدوره الجايه تجي اللي هم اساسا راح يستخدمونه هم نفس الشيء، دعايه انتخابيه وهم راح يمرر، اول ما يخلون مخصصاتهم ورواتبهم اللي يطبقونها بالبرلمان الجديد. هذا شيء كل شكو شيء مصلحه العراق ما راح يمرر، كله راح يتعاركون على اخر شيء ياجلونه على الدورات الانتخابيه القادمه. لا. احنا موجودين اساس عرفناهم استاذ الكريم، كلهم عرفناهم، حتى من يحكي له حكايه نعرفه هو صادق ولا كاذب. زين ابو علي، لا صدق ولا ابو علي، يعني هل الحكومه قادره على توفير الموارد الماليه لهذا المشروع؟ تدري انت يعني تجنيد الزامي يراد له يعني تجهيزات، يراد لأماكن للتدريب، يراد لرواتب لهؤلاء الجنود، يراد لهم أكل وشرب ولبس، يعني الأمر مو هين، يراد له يعني مليارات. إذا نتكلم على 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 سنة، هو إذا يعني مثل ما يقول أهلنا، يقول إذا سلم من الفساد الإيرادات تقدر تتحقق، إذا سلم من الفساد، لكن هل هو ذريعة للفساد جديدة؟ نعم. يعني خلونها ذريعة حتى طبعا العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي يعني قالوا كذلك، إذا مرر بحسب ما قالوا بأنه كذلك باب جديد من أبواب الفساد حتى يعني يعيش عليه بعض المتنفذين أو السياسيين كما قالوا. قبل كانوا يأخذون من عندنا 250 ألف من الجيش، طبعا ياخذون 250 الف حتى ينطونا الطعام، كان الطعام مالنا راقي جدا. يقول بعد ما صار التعيين على وزاره الدفاع يقول ما شفنا اكل ابدا.
والسبب انه ياخذون من عندنا وفلوسنا تروح. فلذلك هو باب من ابواب الفساد. المفروض الحكومه من عدت هذا القانون تعد ايراداته. انا اعتقد شفت لقاء لشخص قالوا انه الله يرحم عبد الجبار شنشل من قالوا نريد نضيف جندي سريه، يقول مباشره طلعنا هذا الشريد من ملابس وماكل ومشرب ومسكن وبدلات وغيرها وانطانيها بالدقه. هل موجود الان بالجيش العراقي شخصيه مثل المرحوم عبد الجبار شنشل ينطينا الاحصائيه النهائيه لكل جندي موجود بالعراق؟ يتمنى اذا كان موجود ان شاء الله الجيش العراقي يرجع مثل ما كان، هو جيش البلد مو جيش اشخاص ان شاء الله. نعم، انا اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. معنا محمود من الموصل. محمود، شلون تشوف مشروع التجنيد الالزامي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. هذا جيد جدا وخوش مشروع. نعم، هذا المشروع الشباب خير ما دايحة وخير ما نصرف لإيران 90,000 وهم قاعدين بإيران رواتب بير نفط ما لازم، خير ما الفساد كل من مستلم له بير. لا هذا ولا عفرض مدرسة والشباب تروح تشتغل. الجيش الجيش هذا قرار محترم، نكسر خشم الميليشيات. عندك الميليشيات حتى على الوكيل البطن مو قاعد ياخذ راتب. انا اقول لك صحيح ماخذون حتى يطلب له 10 مواليد 15 مواليد بير نفط ما لازم. كل وزير شهريا مليار، 200 وزير 200 مليار. الجيش اذا يسحب له 15 مواليد 20 مواليد تكسر لنا خشم الحشد ويطيحون حظهم والجيش يسيطر. جيش والشرطه محليه اذا ما تصير مكلفين يظهر هذا الفسادين الموت. يدير ما لازم تجهيزات. 90,000 مواطن بيران يا حد ياخذون رواتب من العراق، واي واحد بالحشد امانه الله بيته كلهم قاعد ياخذون رواتب. تفلش الحشد الميليشيات تروح تجي من عندنا الله وكيل، يصير خيرنا للظالمين. محمود من الموصل كان معنا، شكرا لك. طبعا نقلت مصادر صحفية عن خبراء أمنيين بأن مئات الآلاف من المنتسبين الذين سينخرطون في قوات الجيش في العراق فيما لو تم إقرار خدمة التجنيد الإلزامي سيدخلون ضمن الدوامة الحالية لآليات عمل الجيش التي يسيطر عليها مزيج من الفساد والولاءات المناطقية والطائفية. وأضافت المصادر بأن نسبة عالية من المنتسبين الجدد سيكونون بمثابة جنود وهميين، أي مسجلين على الورق فقط دون وجود لهم على أرض الواقع، حيث ستبدأ آليات الإعفاء والفرز للخدمة الخاصة لصالح كبار الضباط في منازلهم وحياتهم الخاصة، كما تحدثت هذه المصادر الصحفية نقلا عن مصادر أمنية. معنا اتصال أبو ياسين من ديالة. أبو ياسين، شلون نشوف مشروع التجديد الإلزامي؟ حياك الله أخي عمر، حياك الله المحترمين، أهلا وسهلا بك، حياك الله. يدعون على أساس دعم اللحمة الوطنية، وأخي محمود وجاء يسولف، أخي الأوامر والقيادة كلها بيد الميليشيات. هذا الخدمة الإلزامية إذا طبقوها هذا دعم للقتال بالنيابة عن إيران. هذا الامر واضح. ليش هسه هم القادم بالجيش العراقي لهم قرار لهم اوامر كلها بيد الميليشيات؟ هذا ما بابي لا نفع بس في مضره. يعني من الجيشين هذا التجيش كله مو يدعون نفسهم على اساس يسوون دوله مدنيه، شو يسوون بالجيش؟ هاي الناس المتطوعين شو محصله؟ هاي الناس المتطوعين قاعد تروح بهالقد ورق وتتطوع. هذا مشروع دعم لايران قتال بالنيابه. موضوع هذا الجيش هذا فاشل فاشل. واخي عمر خلينا نستمع الشعب العراقي، احنا قاتلنا بايران بالقادسيه وقاتلنا بام المعارك. القتله الايرانيين اليوم تدمير مؤسسه الشهداء ياخذ الرواتب وياخذ المكافآت. هاي الحكومه العراقيه اللي القتله اصحاب ايران هم بالمؤسسه الشهداء العراقيه. يعني هذا هو شنو الموضوع هذا؟ هم زين شنو فرق هذا الجيش عن الجيش المنحني؟ الجيش المنحني جيش عراقي نموذجي. بلشوا حلوا جابوا هاي الميليشيات. ليش هو هذا الجيش مو ولاء لايران؟ هو هذا الجيش ولاء للشعب؟ اخي عمر انا اتحدث عنكم بحقيقه واقع. نعم زين،
هذا المشروع الحكومة قادرة على تحمل أعباء المالية؟ جايك لا عندها إمكانية بالأرزاق ولا بالعدد ولا بالعدة ولا عندها الساعة كو جاي نسمع إنه جاي يشوف إنه الأرزاق مال طول عديش ما تغذي له أجلكم الله دي جاية. هذا مو كله كذب يعني. هاي شوف هاي اللي دفعتها رئيس هذا وزير المالية من يتحدث يا شباب يتحدث عن نفسه جاي يصرفون رواتب العوائل الإيرانيين وشهدانا عوائل شهداء حتى في المكبات اللي قاتلنا إيران. نعم. أخي هذا خدعة ومخادعة. هذا مشروع الإيران مو الشعب. الشعب بيض الواحد. هذا مو مهم. أكو شغلات أهم منه. إخراج الاحتلال، إخراج الإيرانيين، يريد يسوي لنا قرار عراقي بعد. هذا المهمات مو أسم شغلينا مال رفع التجاوزات عن فقرة والنباء اللي هو في العالم على جيش جيش جيش. هذا كله كذب يا عمر. أبو ياسين من ديالك أنا معنا، شكرا لك. علي من بغداد، علي كيف ترى مشروع التجنيد الإلزامي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا بك أخويا. عندي خوالي من مدينة حبانية 2016 خطفوا يعني أخذوها من الحشيد. قبل 2016 منو أخذهم؟ أخذهم الحشيد. وين ساكنهم؟ حتى الآن مصيرهم مدينة حبانية. ايه أعمارهم إيش قد؟ 2016. تمام. أعمارهم كم واحد؟ أعمارهم يعني واحد مويد تقريبا 75 واحد تقريبا يعني 92. نعم يعني مو 31 يعني هواي عدد يعني 7-8. زين ما راجعتوا للحشد؟ ما راجعتوا سألتوهم؟ ما لقينا حاسب وبرداد وبقينا حاسب. اي زين منو اللي قال لكم اخذوهم الحشد؟ يعني هم دخلوا على البيت يعني. ها ها. نعم ايوه. وبعض من عندهم لا اخذوهم من السيطره يعني اليوم بالسيطره واخذوهم. وتروحون عليهم يقول لك مو يمنا يعني دقيت في قهوه براس ماكو يعني وايد يعني قال انت جناه مثلا. نسأل الله ان يفرج عن ابرياء العراق. انا اشكرك علي من بغداد كان معنا. طبعا مسؤول حكومي اكد وجود عقبات كبيره تعترض طريق تمرير القانون في البرلمان وبان اغلب العقبات هي سياسيه. المسؤول تحدث الى صحيفه العربي الجديد وطلب عدم الكشف عن اسمه وقال بان اغلب الجهات السياسيه التي تدعي اعلاميا رغبتها بتمرير القانون هي بالحقيقه عطلت تمريره طيله السنوات السابقه. واوضح بان القوى الكبيره في البرلمان كتحالف الفتح الممثل للحاشد الشعبي ودوله القانون بزعامه نور المالكي وبعض الكتل المرتبطة بها هي التي رفضت سابقا وترفض حاليا تمرير القانون. وبين بأن تلك القوى استطاعت في السنوات السابقة اختراق مؤسسات الدولة ومنها الجيش، لذا فهي ترفض مبدأ تحقيق التوازن في أي مؤسسة كانت لأن التوازن يهدد نفوذها، لذا فهي تستخدم قوتها في البرلمان لتعطيل أي خطوة بهذا الاتجاه. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. طبعا هاشتاج التجنيد الإلزامي يعني تصدر الترند في العراق وغرد العراقيون على منصة تويتر وعبروا عن آرائهم حول هذا الموضوع، موضوع مشروع التجنيد الإلزامي. أحمد الزيادي قال: تخيل أن تستورد وزارة الصناعة 1000 معمل صغير سنويا لتكن قيمتها مليار دولار، في حال كان سعر المعمل الواحد مليون دولار. كل معمل يستوعب 20 شابا، هذا يعني تشغيل 20,000 شاب منتج سنويا والتخلص من الاستيراد وإيقاف خروج العملة الصعبة إلى الخارج. يقول: أليس هذا خيرا من التجنيد الإلزامي؟ يتساءل. دكتور زيد يقول: يمكن توظيف مخصصات التجنيد الإلزامي لمشاريع اقتصادية صغيرة تفتح باب رزق لشباب وعوائل لا تجد قوت يومها تحت خط الفقر. أما دكتور سلام سميسم فتقول: سألني صحفي قبل قليل عن تقييم التجنيد الإلزامي، هو خطوة غير مجدية، تقول هو خطوة غير مجدية اقتصاديا، تقول هروب إلى الأمام لأن الدولة ستدفع رواتب دون إنتاج مادي وهذه تكلفة إضافية تزيد من عاجز الموازنة لن يقابلها إنتاج، إذن زيادة فجوة الموارد مقابل قلة المعروض السلعي تجاه الطلب عليه، لذا مزيد من التضخم والتشوه الهيكلي. أسل تقول: ما أتوقع صدق حيسوون نفس كل مرة يقولون وما يسوون. نعم، تغريدات كثيرة حول هذا الموضوع. طبعا هاجر الجاف قالت: يا طلابة التجنيد الإلزامي اللي ما تخلص، الحكومة ما عندها شيء تسوي، تجيب سالفة التجنيد الإلزامي وتخبص الدنيا بي والشعب والحكومة والبرلمان يعرف أنه ما راح يطبق هذا القانون بسبب عدم وجود تخصيصات مالية ويسدون الموضوع وبس. نعم، معنا اتصال. معنا صباح من بغداد، تفضل أخي صباح. السلام عليكم دكتور عمر. عليكم السلام ورحمة الله. كيف ترى مشروع التجنيد الإلزامي في العراق اللي صوتت عليه حكومة مصطفى الكاظم البارحة وأرسلته إلى البرلمان؟ طبعا هذا القرار يعني أنا أعتبره صائب، يعني يمكن أول قرار يسوونه صائب يصب مصلحة الشعب العراقي، أولا للقضاء على المحافظة والقضاء على الطائفية، لأن احنا نعرف الأجهزة الأمنية والجيش والداخلية مخترقة من قبل يعني الأحزاب، مخترقة من قبل الميليشيات، مخترقة من هواي شخصيات. فالتجنيد الإلزامي راح يجبر كل مثل مواليد معينة يجبرهم على الالتحاق بالخدمة الوطن. فهاي الفقرة ما بيها يعني سني شيعي كردي غيره، هاي راح تلم كل طوائف المجتمع العراقي اذا لا. كانت يعني الاسس حقيقيه. هل هي قابله للتطبيق يعني الكثير؟ لا، هاي الفقره حكوها اكثر من مره. نعم. لان احنا نعرف احنا شباب اللي موجودين بالمجتمع العراقي حاليا اكو نسبه من عندهم انحرفهم، يعني لا تربيه لا حتى اخلاق عندهم، دول الناس اللي يربون شعر واللي يشربون مخدرات وكريستال وغيره. فاحنا نعرف كنا خدمنا بالجيش وخدمنا بالعسكر، فالعسكر هم يربي، واذا كانت يعني اذا كانت وزارة الدفاع جادة بهذا الموضوع هم راح يبنون جيل يعني ماكو هذا من كل الطوائف، ويربون الاجيال الجديدة يعني على حب الوطن على الطائفية المقيتة. فهذا القرار إذا استخدم بصورة صحيحة يعتبر إيجابي لهواي شباب، يعني مع الأسف يعني ما عم شباب ما عتقدنا يعني ما يعرفون لا عسكرية ولا خدمة الوطن ولا خدمة العلم ولا يعرفون هواي أمور، يعني فإحنا العسكر ونطوون كلها تحت خدمة البلد، يعني فشيء إيجابي. لكن مصطفى الكاظمي والقبل مصطفى الكاظمي كلهم حكم بي والبرلمانيين، لكن هذا القرار ما أقر بصورة صحيحة وفعلوه، لأن الميليشيات الموجودة والأحزاب ما تريد هالشيء، هذا هم مسيطرين على الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الميليشيات. فهذا القرار راح تجيهم مواليد تخدم العسكر يعني ما من كل الطوائف، فهم ما يريدون هيك، يريدون تبقى الميليشيات سلطتها أعلى من الجيش. زين، شلون نشوف شمول إيرانيين قتلوا في العراق
بامتيازات شهداء العراق. تدري أنه أثار تصريح للسفير الإيراني في العراق إرج مسجدي، قال أثناء ملتقى الرافدين، حوار الرافدين، قال بأنه هناك 170 إيراني مسجل في مؤسسة الشهداء. وطبعا صحيفة المدى التقت مع رئيس مؤسسة الشهداء وقال نعم يعني موجودين. طبعا احنا نفتقر لهواي شهداء عراقيين حقيقيين. لا. تم قتلهم على ايد الميليشيات، وتم قتلهم على ايد ارهاب القاعده وداعش، او التفجيرات اللي صارت. نعرف ان عوائلهم لحد الان جاي يمشون معاملات، ووقفت معاملاتهم كل محافظات العراق. لكن الايراني من يجي ومباشره يطلع له راتب سياسي او شهيد سياسي على المنظمه هاي اللي هي اساسا حزب الدعوه وبدر يشرفون عليها، فشوف الايرانيين يعني يستلمون رواتب هذا يحس بقلوبنا احنا كعراقيين. يعني هواي ناس نساء واطفال ميتمين بعدة اسباب الارهاب، ارهاب ميليشياوي او داعش، معاملاتهم واقفه. ومن نشوف الايراني قرارات يعني تمشي بوجهه قبل يستلم راتب وتعويضات، يعني هاي وصمه عار في جبين مصطفى الكاظمي وفي جبين المؤسسه، وحتى البرلمانيين الموجودين المفروض يحاسبون. احنا شنو دخل الايراني؟ جاب الايراني هنا حتى يستشهد؟ يعني شنو علاقه به؟ يعني المفروض هذا يعني هذا يصير راس النزاهه او المفتشيه. نعم. أو اشكرك صباح من بغداد كان معنا. ابو زينب من النجف، بالبدايه اسالك شلون تشوف مشروع التجديد الالزامي؟ والله هذا يعني قرار صائب. نعم. والمفروض كان يطبق من البدايه، لانه يعني من 2003. لانه مثل ما تفضل الاخ اللي قبل، يعني صارت ميوعه بالشباب وكذا، ذولا ما شافوا الخشونه اللي احنا شفناها وعشناها. يعني احنا خريجين كليات ودخلنا العسكريه، وطبعا تربيتنا كانت تختلف، ومع ذلك يعني صنعونا سوونا مثل الحديد. واحب الفت نظر القائد العام للقوات المسلحه، اكو سابقا بالحكومات السابقه يعني قبل 9/4/2003 كان قرار او قانون يقول لك اي واحد يعني خرج كليه، خرج معهد، من يتجند وبعدين يتسرح، الفتره اللي يقضيها تضاف الى كخدمه لاغراض التعيين والعلاوه والترقيه والترفيع والتقاعد. اجوا هذول الجماعه لغوها كلها، خلوها فقط للتقاعد. والتقاعد يقول لك 10% من الراتب الاسمي، يعني اللي راتبه الاسمي يطلع. زين، هل قابل هذا المشروع للتنفيذ على الارض؟ يعني ابو زينب، هل قابل؟ يعني بعض الاخوه المتصلين قالوا هاي دعايه انتخابيه، وهناك يعني اكثر من مره بالسنوات الماضيه يعني طرح هذا الموضوع، ولكن يعني الكتل السياسيه في البرلمان لم تمرر هذا المشروع. انت برايك هذه المره هل هناك امكانيه، اراده سياسيه، اراده ماليه اقتصاديه لتمرير هذا المشروع في البرلمان؟ يعني تقصد المشروع مال التجديد الالزامي؟ نعم نعم. اي لازم، هي ما بيها مساله يوافق ما يوافق، هاي قضيه وزاره الدفاع والقائد العام للقوات المسلحه. يعني مو مساله هي مساله مشتهايه انه فلان حزب وفلان كذا، ميل، لا، هاي تشمل عموم البلد، عموم القوميات، عموم الاديان. نعم. عموم الطوائف والمذاهب، ما بيها تخصيص او عزل جزء والزج بالجزء الاخر. اي بس لازم البرلمان يصوت على هذا المشروع حتى يمرر. هو والله قلت لك انه البرلمان هسه هو حاير بنفسه، وكل من يقول يا روحي يريد يفوز بعد بدوره انتخابيه اخرى حتى يلفط اكثر. يمكن الشعب العراقي ولا انه يخوشن او يصير ترف. اني اشكرك ابو زينب من النجف كان معنا. رساله على الواتساب جاء فيها السلام عليكم، يقول او تقول يعني يرجى كتابه الاسم حتى والمحافظه حتى نقدر نقرأ الرسالة بشكل صحيح. التجديد الإلزامي يقول يبقى حبر على ورق، وتستخدمه الحكومة للدعاية فقط، رغم أن تنفيذه يحل الكثير من المشاكل، وأهمها إحداث التوازن بين مكونات الشعب وإبعاد الجيش عن الولاءات الخارجية
وتشغيل الشباب العراقي العاطل وتكوين جيش قوي من الدماء الجديدة، لكن العم سام والأغا لا يوافقان، يقصد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. طبعا كشفت مؤسسة الشهداء في العراق يوم الاثنين تفصيلا عن الإيرانيين الذين سقطوا خلال الحرب مع تنظيم داعش في العراق والمسجلين بمؤسسة الشهداء ومشمولين بامتيازاتها. طبعا تعقيبا على تصريح السفير الإيراني في بغداد إرج مسجدي يوم الاثنين بأن الضحايا الإيرانيين في الحرب مع داعش مسجلون في مؤسسة الشهداء، قال طارق المندلاوي مدير عام دائرة مؤسسة الشهداء أو مدير عام دائرة الضحايا شهداء ضحايا الإرهاب في المؤسسة خلال حديث مع صحيفة المدى العراقية، قال بأن القانون رقم 2 لسنة 2016 الخاص بمؤسسة الشهداء يتضمن العراقي وغير العراقي من الشهداء، وأشار إلى أن المؤسسة مسجل فيها أسماء من الإيرانيين الذين أعدموا كذلك على يد نظام البعث من طلبة الحوزة وغيرهم، فضلا عن المستشارين والمقاتلين الإيرانيين الذين قاتلوا مع العراق ضد تنظيم داعش وهم مشمولون بقانون المؤسسة جزاء لوفائهم ووقوفهم ضد العمليات الإرهابية في العراق ودفاعهم عن المقدسات كما قال المندلاوي. طبعا هذا الموضوع كذلك أثار غضب واسع لدى العراقيين وعبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبروا بأنه مخالف للقوانين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.